النمر الآن، سؤالك يا علياء. اثنين، رقم اثنين. رقم اثنين إلى علياء، ورقم اثنين. الآن شوفي هالسؤال هذا، كلكم بتتابعوا المسلسلات المصرية ماشي؟ وبتحسوا مرات بالسع بيناتهم وبصيحوا على بعض بشكل غير معقول، وأحيانا نسمع منهم عبارات غريبة على اللهجة الأردنية. فبيقولوا مثلا لما واحد بنفضح أمره بشكل كثير شو بيقولوا؟ فضيحة بقلاقل، فضيحة بقلاقل. شو يعني قلاقل أو جلاجل؟ الجلاجل اللي هي الأجراس. يا سلام يا سلام يا سلام. وفضيحة بجلاجل، فضيحة بإجراس يعني مطنطنة. يا أستاذ أول إشي فضيحة بجلاجل مش هيك معناها. طيب مين اللي أذنك تحكي أنت أول؟ زي ما بقول لك مش هيك معناها. مين اللي أذنك تحكي أنت حبيبي؟ لا أنا بدي أحكي كمان، أعبر عن رأيي. تفضل عبر حبيبي. تمام؟ شرف. بس الميكروفون لو سمحت. تفضل. شو معنى فضيحة بجلاجل برأيك أنت؟ سألتك أنت جواب. أنا ما أعرف والله. لا قول لي هاي الميكروفون. أنا بعرفش والله. هلا فضيحة بجلاجل شو معناها؟ بعرف شو، جاوبني أنت. لا بدي أعرف أنت منك يعني شو. أنا ما بعرف والله، أنا ما بعرف من شغلات. لا طب على أي أساس شو جاوبتي قلتي؟ الأجراس. الأجراس، كيف يعني جلاجل الأجراس؟ شو معناها؟ علمني. لا أنا ما بعلمك أستاذ، بس أنا بقول لك يعني شو معناها منك أنت؟ يعني فضيحة بجلاجل. التعبير هذا فضيحة بجلاجل بيعنوا فيه فضيحة بجراس يعني. هذا تعبيرهم المصري. هيك معناها؟ أي نعم. في شيء عندك اعتراض؟ شيء جواب آخر؟ لا مش اعتراض، يعني أنا هي صرت أشك إنك بتربحهم يعني خلص، يعني المهم يربحوا أو يجاوبوا خلص. لا سؤالي هلا مش هون. سؤالي إيش لك اعتراض على الجواب يعني؟ يعني جواب مش فضيحة بجلاجل. كيف يعني؟ ولا إيش؟ إلها معنى ثاني مش فضيحة بجلاجل. علمني يا إذا. الفضيحة هي بالشارع. كيف؟ سؤال. هلا أنت يعني بدك تحكي معي بمنطق؟ نعم. هلا إذا في اعتراض على المعلومة، قل لي في اعتراض على المعلومة، شيء آخر تحكي معي. ما أنا بقول لك يعني مش فضيحة إنه خلص إنه مثلا هي جاوبت إنه الأجراس، إنه لا مش الأجراس. طب إيش؟ يعني لازم تعبر إنه فضيحة بالشارع. والله. بس. والله لا حبيبي. المقصود فيها فضيحة بجلاجل يعني فضيحة طالع صوتها جراسة صغيرة حتى. هاي الجلاجل. ما أخذناها هاي. والله. هلا شغلة ثانية، إنه شغلة ثانية، عم تحكوا عن الجوائز. دخلت السيارة، ربحت السيارة، ما في جوائز من مرة، ما بتعطوا جوائز يعني. حبيبي هذا مو شغلك. هذا مو شغلك أنت. طب شغل مين يعني؟ هذا مو شغلك أنت، ما بتحاسبني أنت. هذا مو شغلك. يعني أنت بدي بحب تتدخل أنت بشغلة اللي أستفيد منها أنا. أما أنت تقطع علي توقف التسجيل مشان تتدخل مشان توقف البرنامج هيك ما بطلع لك. لا ما بطلع لك يعني أنت. طب انا بدي اعرف يعني، طب ايه قصه الغاز والسياره هاي؟ انه حقيقه انه مثلا اذا ربحها ياخذها؟ هلا هم مثلا اربعه بيربحوها. حبيب قلبي يا روحي يا عيوني، هلا انت مشاهد هون بالجمهور؟ نعم. طب انت باي حق انت تتدخل؟ لا ما هو كمان بدي اعبر واحد عن رايه، انه بلكي ربح الواحد نجوم بلكي صح. يا حبيبي معلش بعد البرنامج معلش لحظة شوي معلش. بس احكي معه انه انا كثير متضايق على الجوائز يا اخوي حبيبي لو سمحت بعد البرنامج اخوي دي. محمد هلا بس بدي انا اعرف انت حضرتك من الجمهور؟ نعم من الجمهور؟ نعم. اعتراضك على الجلاجل؟ على الجلاجل وعلى السيارات على الجوائز. لا احنا انت ما بيطلع لك تعترض على شيء، انت بتعترض يعني اذا كنت احد الجمهور نحن لا ندعي الكمال في المعرفة. احنا نقرا بهالكتب ومنطول المعلومات ونحطها، قد نجابها احيانا انه بيجينا واحد بيقول لي والله المعلومه هذه غلط، اذا اثبت لنا انه هذه المعلومه غلط بنقول له يسلمها منبوسك على راسك استنى خلاص منبوسك على راسك ماشي وبنقول لك شكرا. اما تيجي والله راسا تخيل انا عم بسجل وتقول لي والله معلومتك يعني شو مالها وشو جلاجل وشو هلا تقول لي كمان دور جلاجل. لا داود ممثل مش مشكله، مشكله السياره هي حقيقه انها تربح يعني. كيف شايفها بالله كرتون؟ تعال حس انا مش هيك اللفظ بعد اذنكم تعال.
كرتون ولا صح؟ والله شكلها بودي طالع بس. هلا قصة المفتاح استاذ رافع، يعني استاذ رافع قصة المفتاح يعني حقيقة انه اذا بيربحوا مثلا، طب ربحوها اربعة بدي اسألك سؤال، انت في عندك اشي اشي في شيء يعني؟ انا مش هيك متضايق انه اذا ربحوها ثلاثة انو بدي سوق بدي يوزعوا على بعض بالاسبوع مثلا، صح ولا لا؟ يعني كلام منطقي ولا لا؟ لا ولا منطق ولا له علاقة بالمنطق بشيء. مرة بيقول لي جلاجل، مرة سيارة، مرة مفاتيح، ارسل لك على مطب. أنا هلا هدف السيارة، ربحوها السيارة، كيف بدك توزعوا السيارة؟ سؤال منطقي ولا مش منطقي يا إخوان؟ كل واحد شوطة. أستاذ رافع كل عام بخير. أنت بخير. حبينا نعمل فيك مقلب من مقالب الكاميرا الخفية. الله لا يعطيك العافية. الله لا يعطيك العافية. الله لا يعطيك العافية. طيب قال في مثل بيقول كنا نعملها بالناس اجى من يعملها فينا. طيب على اي حال، على اي حال نتابع برنامجنا الان احنا و طيب والله انا بشرفي اني تفاجئت، بعدين بدي اقول يعني شكله خالص كازو شو احد. والله ما طلعت خالص كاز، بعدين طلع لي من هو النبذلي. ها بس والله لا استدى، والله لا استدى منك. حضراتكم يعني تامرتوا معه؟ والله تامرتوا معه. امشي والله تامرتوا معه. عادة علاقاتك انت ليش استاذي استاذ؟ عادة بتفوتوا بتغفوا لما واحد يعمل هيك. محمد طيب والله انتم بتعرفوا كمان؟ والله جد؟ لا بتعرفوش. اهوالي عاد شو طلعت انا الوحيد ما بعرف؟ لا 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 قول ايش يا تربوية، هذا الخالص منكم ولا منكم؟